هل عملتوا يعني اي جهود تجاه ان يبقى الرياضه دي معروفه وديها مريدين وديها رواد وديها؟ هو اوريدي انا عندنا تيم، وعندنا تيم كبير مش صغير، بس برضو احنا شغالين زي ما بيقولوا سلولي بات شور. لازم الاول علشان انا ابقى مدرب، وحضرتك تعرف يعني حضرتك عرفتني عن طريق فيديوز ناس شافوها، لازم الموضوع يبقى فيجوال شويه، متشاف ان انا عندي ارضيه لعيبه كويسه عشان خاطر الناس تعرف الكابويرا. وده حققناه السنتين اللي فاتوا، يمكن لولا كورونا هي اللي عطلت شويه، بس الحمد لله دلوقتي رجعنا تاني واقوى من الاول. تمام. فالفتره الجايه نتمنى ان يبقى في سبوت على الرياضات اللي زي الكابويرا والكابويرا، علشان خاطر انا فعليا حاسس ان هي ممكن تاثر في الاطفال جامد جدا. طب هو اوريدي بس يعني مرسوه دلوقتي اطفال؟ لا، ولا كبار؟ معايا كبار طبعا. كبير. معايا كبار، بس انا بتكلم دايما بهتم بالطفل عشان خاطر في جانب النشء يعني. بالظبط، النشء، وهي مهمه جدا كسايكولوجي، وده حاجه برضو لازم نحط عليها سبوت في المارشال ارتس عموما، المدربين ان هو يبقى دارس سايكولوجي كويس للاطفال. صح. غريبه ان هنا يعني هي متصنفه من ضمن او تحت مظله الرياضات القتاليه اللي هي عنيفه، ومع هذا الكلام اللي انت بتقوله عن انعكاساتها الايجابيه على الاطفال. لا، هو اول في دي برضو نقطه لازم نتكلم عنها، يعني ايه فنون العاب عنيفه؟ مفيش حاجه اسمها العاب عنيفه. تمام. العاب العنيفه هي العنيفه مصنفه عنيفه للجسد، زي كره القدم لعبه عنيفه، هاند بول عنيفه، باسكت بول عنيفه. لكن المارشال ارتس اسمها فنون قتاليه. قتاليه. تمام. فنون القتاليه اول حاجه لازم حضرتك لما بتيجي تختارها بتختارها على اساس فلسفتها، هي ليها فلسفه. لان انا الطفل النهارده لما بعلمه مارشال ارتس انا بديله سلاح، صح، فهيستخدمه ازاي؟ لازم حضرتك تبص للمدرب بتاعه هيعلمه يستخدم ده ازاي. ده اول حاجه، وده الجانب السايكولوجي اللي مهمل في اوقات كتير. ان احنا شفنا في الفتره اللي فاتت فيديوز لبعض المدربين بيعاملوا الاطفال بعنف جدا في التمرين، ودي طبعا حاجه مرفوضه. المفروض ان الطفل انا بلعبه فنون قتاليه بعلمه علشان ده يقلل العنف مش يزوده، فدي برضو جانب مهم جدا، الجانب السايكولوجي بجانب الجانب الرياضي اللي احنا بنشتغل عليه.